ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مهندس محمد سالم من مزرعة الياسمين العضوية. كنا صورنا لحضراتكم من حوالي شهر أو شهر و15 يوم أو شهر ونص بالظبط كده صورة للنخلة، وطلبنا من السادة خبراء النخيل في الوطن العربي معرفة صنف النخلة ديت. هل هي نخلة، هل هذه النخلة أحد الأصناف التجارية ولا نشوة؟ والنهاردة بعد صرام التمر بتاع النخلة ديت بنوري لحضراتكم التمر بتاعها، وهنوري لحضراتكم كل حاجة والصفات التشريحية بتاعت التمر وأحجام التمر وكل حاجة. أول حاجة بس بنقول لحضراتكم عليها إن التمرة دي تمرة من أصناف التمر الجافة، أو مش النصف جافة، لا، صنف تمرة صنف بتاعها ثمرة جافة. فإحنا يا ريت الناس في الوطن العربي اللي يعرف اي صنف مشابه للصنف التمره ديت هل هي ايه يبلغنا، واللي ما يعرفش برضه يقول لنا ممكن نلاقيها فين، لان احنا بصينا في كتاب اصناف التمور والنخيل الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، اشهر اصناف النخيل والتمور، فما حصلناش اي صنف لها واي حاجه مقاربه لها. فيا ريت الناس تبلغنا وهنقول لكم الصفات التشريحيه بتاعه الثمره كلها. من 10 حبات من التمر اللي احنا مش عارفين عددهم، ده 1 2 3 4 5 ب10 حبات. الوزن بتاعهم 130 جرام، يعني وزن الثمره الواحده 13 جرام. ونعمل بقى التشريح بتاع الثمره ونشوف الدنيا فيها ايه. كده طول الثمره، الطول بتاعها حوالي 5 سنتي طول الثمره بالظبط كده، ودوسناها بالظبط كده هنلاقيها على المسطره 5 سنتي. وده الصفات التشريحيه بتاعه الثمره. ادي اللحم بتاع الثمره اهوت، ديت اللحمه بتاعت الثمره من الداخل، وده لون الثمره. طبعا لون الثمره ذهبي او اصفر او بني مصفر، فهي اللون بتاعها اهوت زي ما احنا شايفين. ادي اللون بتاعها، وادي الصفات التشريحيه بتاعتها، وادي شكل النواه. لو اي حد في الوطن العربي يعرف اسمها يا ريت يبلغنا، وان شاء الله في اول وصف في الفيديو هنسيب لكم وصف الفيديو الاول اللي هو بيشرح الثمار في مرحلة الخلال وشكل النخلة. فياريت حد يبلغنا وعرفنا ايه الثمرة ديت وضعها ايه بالظبط. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.